مشاهدينا الكرام، معي في هذه اللحظات اللاعبين خالد الراشد وياسر العيسي، وسنأخذ انطباعاتهم بعد الخسارة في هذا النهائي. كابتن خالد، نرحب فيك عبر شبكة الفارس العالمي. هلا فيكم. وكابتن ياسر. هلا. كابتن خالد، أنت وعدت مسبقا بأن الفريق سيصل إلى المباراة النهائية وسيحقق الكأس. الوصول تحقق لكن الكأس لم يتحقق. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، والله لعبنا مباراة أكثر من رائعة، لكن كان في حظ وتحكيم ما وقف معنا. يعني شفت البلنتي، يعني أي واحد يشوفه كل الجمهور يعني جو تكلم وقالوا هذا بلنتي، مو واضح إنه مو بلنتي، عرفت كيف؟ يعني ما فادنا التحكيم والحظ يعني. كابتن خالد، حتى لو افترضنا أن ركلة الجزاء غير صحيحة، كم فرصة ضيعته من وجهة نظرك في المباراة؟ والله انت شفت المباراة، كل الفرص لنا يعني ضيعنا كثير يعني، و يعني ما الحظ حظ والله، كل المباراة حظ. طيب كابتن خالد، لو تسجلت هذه الفرص الكثيرة اللي انت تقول عنها، هل تتوقع ان ركلة الجزاء راح تكون فارق؟ ما بتفرق ركلة الجزاء، لان الفرص اللي كانت اكثر يعني كانت فرص كثيرة. يعني لو خلصناها من الشوط الاول كان خلصنا يمكن 5 أو 6 كان. هذه الفكره اللي انا كنت بوصلها، انه الفرص اللي اتيحت لكم لو تم تسجيلها كان ركله الجزاء ما كانت تفرق يعني في المباراه. كابتن ياسر، وجهه نظرك. والله عدينا في الملعب، احنا سوينا اللي علينا، بس الحظ ما حالفنا، والبلنتيات تعرف البلنتيات حظ، هدف وتجيبه ولا ما تجيبه. من وجهه نظرك، ما تلاحظ انه كان من المفترض ان كانت عندكم القدره على انهاء المباراه قبل وصولها لركله الجزاء، خصوصا كنتم متقدمين بهدف دون مقابل؟ يعني ضغطنا عليهم حتى في الشوط الثاني، بس مثل ما قلت لك يعني كان دفاعهم كويسهم، واحنا سددنا اكثر من كره لكن حارسهم كويس بعد. وش توعدون الجمهور في البطولات الجايه؟ بطل ابو راشد، نوعدهم ان شاء الله في بطوله النابي اللي بعد يوم الخميس، صح؟ نوعدهم بطولة النابي يوم الخميس، وعدكم ان البطولة ان شاء الله باذن الله تكون لنا. وانت كابتن ياسر، ايش توعد الجمهور في البطولات الجاية؟ ان شاء الله احسن من الدوري هذا، وان شاء الله ناخذه. يعطيكم العافية كباتن. الله يعطيك العافية، والله شرفتونا في البطولة هذه، وما قصرت ويلا يعطيك العافية. حياكم الله.